اطار التامين ديال كما قلت المرور من سنه 2021 2022 مجموعه ترتيبات مجموعه ديال ترتيبات امنيه اتخذت من طرف ولايه امن الرباط بمختلف تلاوينها الامنيه كما شاهدتوا. الخطه الامنيه والتشكيلات الامنيه تتجلى غتشوفوها ما غنعطيكمش لي شيفر عاده انتم تطلبوا بلي شيفر ولكن لي شيفر غادي تشوفوهم في الشارع العام غادي ديروا جولات ميدانيه غيبان لكم عدد ديال الدوريات عدد ديال توظيف ديال عدد ديال شرطي المرور في المدارات الكبرى عدد ديال الاحتياطات وسيارات ديال الامن في مجموعه ديال المواقع هي تتحدث عن نفسها في اطار التامين ديال هاد الليله هذه ان شاء الله اللي غتمر في ظروف امنيه حسنه وفي ظروف صحيه كذلك. Thank you.